والاستجماتيزم. طب يا ترى ايه طرق اصلاح هذه المشكله؟ يعني ازاي لو واحد عنده قصر نظر او طول نظر او عنده استجماتيزم، ايه خطوات اللي هو يبدا يتعالج ويبدا يشوف كويس؟ طيب تمام، هو في كذا حل للقصة دي. هنبدأ طبعا بأبسط وأسهل الحلول اللي هي النظارة الطبية. تمام، يا ليها بعد كده، يعني حتى في أوقات بعض العيوب التانية غير الانكسار في القرنية النظارة ما بتصلحهاش. الطريقة التانية إن احنا نلبس عدسات لاصقة، وده بيبقى مناسب لبعض الحالات ومش مناسب لحالات تانية. بعد كده تصحيح الإبصار باستخدام الليزر أو الإكزايمر ليزر او الليزك، ده الاسم بقى اللي دارج. وبعد كده الطريقه الاخيره ده الاكثر ان شيوعا احنا، وده الاكثر دلوقتي. شيوعا في الطرق، اصلاح الابصار. الطريقه الاخيره بقى للحالات اللي مش هنقدر نعمل لها تصحيح ابصار بالليزر هي زرع العدسات. وزرع العدسات برضو فيه انواع كتير ومختلفه، برضو دي ليها حتى تفصيل تاني مختلف.